قربنا على رمضان الثاني بالنسبة حق المسجد الكبير، وهنا أيضا نقطة فاصلة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل في ميزان الحسنات إن شاء الله. كلموني إدارة المسجد الكبير قالوا لي ها محمد إن شاء الله مستعد حق ليلة 27. قلت لهم والله أنا مستعد باللي تأمرون فيه، بس ليش ليلة 27؟ ليش ما تصير الليالي العشر كلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا أتت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهلها وشد مئزرة. ما كانوا يقولون إذا 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 حضرت ليلة 27؟ وبوقتها كانت في صحوة الناس لما يقولون يعني تخصيص ليلة 27 هي بدعة وما يجوز تخصيصها، يعني في عندنا ليالي هي الوتر 21 و23. فقلت لهم ليش تدشون تدخلون في هذا المجال؟ فقالوا يعني الوزارة والميزانية وراح تكون وكذا. فقلت لهم انتم اسعوا، انت يسرت الامور كان بها، ما تيسرت احنا بذلنا الاسباب وسوينا اللي علينا. وهذا كم عمرك شيخ؟ 14 تقريبا. ما شاء الله كل هالتوجيه ما شاء الله. و14 طبعا هذا كان بتوصية من الناس اللي حواليني، مثلا والدي، نسيبي، بعض الأصدقاء المقربين، طبعا اللي أكبر مني اللي لهم أي نعم. فسبحان الله دقوا علي قالوا أبشرك الوزارة وافقوا بـ 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 بصلاة الـ بـ بـ كان يصلوا قبل يعني في الجامع. طبعا الجامع الكبير ما كانوا يصلوا فيه قبل إلا صلاة 27 اللي صارت، اللي أنا صليت فيها أول صلاة. طبعا المسجد الكبير ما شاء الله قاعة عودة كبيرة تشير حول 12,000 مصلي داخل، وفي مصلى يومي يشيل حول 8,000 أو 6,000، فهو فقط لليومي، والكبير كله مسكر ما يصلون فيه. فمن فرمضان الثاني ربي لك الحمد تمت الصلاة جميع العشر، والحمد لله هذه السنة تمت من 1414 أو 15 إلى يومنا هذا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.